لكن تتذكر حضرتك من سنة يمكن قعدت مع حضرتك وقلت لك ان الحل الوحيد في ان يكون في اجهزة لمقاومة الارهاب، ما هو ده نوع من انواع الارهاب الفكري وده مدروس يعني بيدرس في علم النفس، ويعني انا اقدر ممكن امارسه على اي انسان وبالالفاظ، احيانا بالالفاظ يقول له ايه اظن انت مش معقول هتؤمن بغير اللي انا بقوله ده مسلمات تبدي، ده نوع من انواع الارهاب بيبدأ في التعريف. كذلك الاخ الاعلامي لما مش كله اللي بيبدا بيقول والله انا النهارده هختار موضوعات رايي انا جانب الحق فيها كذا، لا ده هو يمكن عايز يخدم نفسه اكتر. احنا دفعنا ثمن الفاتوره دي زمان واحنا طلبه، طبعا حضرتك من جيل حديث شويه، كان اللي ما يكونش مصري يبقى مباحث، لما تطورت الامور اللي مش اسلامي يبقى مباحث.